بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل مع بعضنا الجزئية الخاصة بالعملي. طبعا تكلمنا المحاضرة اللي فاتت عن البرنامج اللي هو، وخضنا الأشياء الرئيسية فيه، كيفية تشغيل البرنامج، كيفية إنشاء بروجكت من الخانة هذه اللي هي create project، إنشاء بروجكت. نعطي له تسمية، نسميها أي اسم، مثلا تيست، تيست 2 مثلا. نضغط OK يفتح لي البرنامج. الواجهة اللي هي الفورم، هذه هي واجهة المستخدم اللي حنشتغل عليها. طبعا هنا الخصائص، وقلنا هنا تول بوكس، تول بوكس اللي هي مربع الأدوات الرئيسية اللي نشتغل عليها اليوم. حنتكلم على واحدة من هذه الخصائص ونشوفوا أحد استخداماتها اللي هي الكومبو بوكس. كومبو بوكس القائمة، كيفية إنشاء قائمة، كيفية إضافة عناصر للقائمة الرئيسية، كيفية إضافة قائمة ثانية وربطها برابط ببعض أو علاقة بينها. مثلا هنستخدمه فيها، طبعا لما نضغط على أول قائمة اللي هي هذه، هيطلع لي الخصائص الخاصة بها اللي هو النيم، اللي هو الاسم البرمجي. نتذكره جيدا، هنشتغلوا عليه، نستخدمه في البرمجة. بعض العناصر أو الخصائص اللي هي مثل الخط، الخلفية، خلفية الـ الباكراوند اللي هو خلفية القائمة كذلك. هذا حجم الخط مثلا، نوع الخط اللي نشتغل به، هذه أحد الخصائص. أيضا من الخصائص الرئيسية فقط مثلا تكست اللي هو نكتب فيها مثلا. هناخد برنامج بسيط كي في أحد استخدامات القائمة، اختار مثلا الدولة، تنكتب هنا، نبي نخليها في اليمين، تبدأ من اليمين مثلا. من اليمين إلى اليسار، right to left، اختار الخاصية هذه، اضغط yes، خلى لي كتابة من اليمين إلى اليسار. طبعا عشان بنديره في البرمجة هو انه بنضيفه عناصر للقائمة هذه، اللي مثلا نضيفه مجموعة دول هنا. نشوفه كيف نقدر نضيفه. طبعا نبي نضيف في القائمة هذه بس البرمجة هنخليها في الفورم، خاصة بالفورم لود. فنضغط دبل كليك على الفورم، هيدخلني الى الفورم دوت في بي اللي هو المكان اللي ندخل فيه الأوامر البرمجية. فأنا قلنا شو بنديره، انه بنضيفه عناصر للكومبو بوكس 1 اللي هو هذا الاسم البرمجي له، اسمه كومبو بوكس 1 تكلمنا عليه، هو كومبو بوكس 1. فهذا اسم الكومبو بوكس 1، هذا اسم الكومبو بوكس 2. فحنضيف بيانات قلنا في القائمة هذه. نضغط ونرجع للخانة البرمجة، نقول له كومبو بوكس 1، كومبو بوكس 1 اللي هي هذه دوت اللي هي نقطة، items يعني أنا نبي نضيف عناصر أو مكون، عنصر أو مكونات اللي هي دوت items دوت add اللي هي إضافة، أضيف. نفتح قوس، نبي نضيف العنصر اللي هو قلنا نبي نضيفه دولة، نبي نضيف اسم دولة هنا أو اسم دول، فنضيفه هنا بين القوسين فنكتب اسم أول دولة مثلا، نكتب بالعربي أو بالإنجليزي عادي، مثلا نكتب ليبيا، دولة ليبيا. نضغط انتر. نبي نضيف دولة ثانية مثلا، نفس الشيء كومبو بوكس 1.items زي ما قلنا دوت اد، نفتح قوس
نضغط ونضيف مثلا مصر، نسكر القوس، خلينا نجربه نشوفه هل انضافنا الدول هنا او لا. نجي نضغط على التنفيذ اللي هي ديباجينج، ستارت ديباجينج، هيطلع لي الفورم. شوف، نضغط على القائمة، ضاف لي ليبيا وضاف مصر، يعني ضفنا ليبيا وضفنا مصر في القائمة. فبالطريقة هذه إحدى الطرق لإضافة المكونات إلى القائمة. فبنفس الطريقة نقدر نضيف عدد، أي عدد من الدول نضيف مثلا، نضيف مثلا دولة أخرى تونس، فهيك ضفنا 3 دول. المثال 3 دول: ليبيا، تونس، مصر. هذه أول خطوة أو أحد استخدامات الكومبو بوكس. أنا نبي نضيف، لما نضيف هنا دولة مثلا زي ليبيا، نبي نربطها نخلي في بينها وبين علاقة بالكومبو بوكس. هنا لما هنا نختار ليبيا، نبي نضغط هنا تطلع لي قائمة مدن ليبية، مثلا طرابلس، بنغازي، سرت، شخرة. بالعكس لما نضيفه مصر نفس الشيء، يعطيني اسم المدن المصرية. لما نختاره تونس يعطيني اسم مدن تونسية. فبالطريقة هذه هنضيفه بعض الأوامر. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، نضغط دبل كليك على كومبو بوكس 1، هيعطيني، يفتح لي السطر البرمجي جديد لإضافة العناصر. نضغط فنقول له، طبعا في هذه الحالة هنستخدم الدالة الشرطية اللي هي دالة الإف اللي هي إذا. يعني بنقول له أنا شنو، بنقول له إذا كان الكومبو بوكس 1 أو الكومبو بوكس 1 اللي هو هذا، إذا كان هذا ليبيا، إذن ضيف لي هنا مدن ليبية. فإف إف كومبو بوكس دوت تكست تساوت ليبيا، قول له إذا اللي هي ذن ضيف لي هنا المدن الليبية. بعدين نقول له الثاني، نجي مرة ثانية نقول له إف اللي هي إذا كومبو بوكس 1 تساوت مصر، يعني أنا اخترنا مصر، أنا ضيف لي المدن المصرية، وهكذا. هنشوفه مع بعضنا. فأول شيء نقول له إف if combo box 1 dot text اللي هو نص، لأنه هو نص، إذا كانت مصر أو ليبيا إذن هو نص، dot text تساوي ليبيا مثلا. شوف if اللي هي if then انضافت بروحها end if اللي هي نهاية الشرط، اللي هي إذا كانت ليبيا، إذن شنو، إذن ضيف لي في كومبو بوكس 2 ضيف لي مدن ليبية. then ولا كومبو بوكس 2 dot items نفس الشيء، نفس السطر اللي فوق، items dot add، أفتح قوس، ضيف مدن ليبية مثلا طرابلس، مثلا كومبو بوكس 2 دوت ايتمز نفس الشيء، دوت اد بين قوسين نضيف مدينة ثانية، مثلا نقول بنغازي، نضيف مدينتين. بهذه الطريقة لما نختار ليبيا حيعطيني مدينتين في القائمة. خلينا نجربه، نديره ستارت ديباجينج ونشوف. نختار الدولة، نختار ليبيا. لما نجي للقائمة هنا لاحظوا مع بعضنا، ضاف لي مدينتين اللي هي طرابلس بنغازي، فهو نفذ لي الشرط اللي أنا شرطت عليه، اللي هو قلت له إذا كانت الكومبو بوكس 1 دوت تكست تساوت ليبيا، إذن ضيف لي العناصر هذه اللي هي طرابلس
طرابلس وبنغازي ضيف لي في الكومبو بوكس 2، اللي هو هذا الكومبو بوكس 2 والثاني هو الكومبو بوكس 1. هنجي ننفذ نفس نضيف نفس الشروط على الثانيات مثلا، اللي هو نقول له نفس الشيء اف اذا الكومبو بوكس 1 دوت تكست تساوي تونس then اذا تساوي تونس عفوا تو تونس اذا اللي then قلنا كومبو بوكس 2 كومبو بوكس 2 دوت ايتمز دوت اد بين قوسين نضيف مدينة تونسية مثلا اللي هي مثلا صفاقس صفاقس، نضيف حتى هي مدينة ثانية نفس الشيء. نقدر طبعا نختصر الوقت ونديره نسخ لاصق يو كوبي اند بيست، تمام. نغير فقط اسم المدينة يو مثلا تونس مدينة تونس، نجربه حتى نضاف ايضا مدينة تونس، نختار تونس يعطيني صفاقس تونس. بنفس الطريقة نضيف مصر عشان نختصر الوقت، ديرو نسخ لاصق، نغير فقط تسميات الجوال. مصر، القاهرة مثلا، والإسكندرية. القاهرة الإسكندرية في هذه الحالة ثلاثة دول أضفنا لهم، كل واحدة في القائمة الثانية أضفنا لها المدن اللي تتبع. نختار مثلا مصر، هيضيف لي مصر. نختار تونس، هيضيف لي، شوفوا أنا لاحظ ضاف تونس. اوكي، لما ضفنا تونس ضاف لي مدن تونس، بس مدن مصر خلاها زي ما هي ما مسحهاش. فهنا عندنا شيء نسيناه، واللي هو في امر اللي هو كلير، كلير اللي هو امر المسح، امر اسمه امر كلير، اللي هو نقول كومبو بوكس 2 دوت ايتمز دوت كلير. الأمر هذا شنو معناه؟ يعني إذا كان، يقول له إذا كان إف اللي هو إذا كومبو بوكس 1 دوت تكست ليبيا، يعني إذا كان لقيت هنا ليبيا، لقيت هنا ليبيا، لو أنا اخترت هنا ليبيا أول شيء، إذا امشي أول شيء يديره، يمشي شنو يدير؟ يمسح الكومبو بوكس 2، يدير له كلير اللي هو تنظيف، أو يدير له عملية تنظيف مسح. يعني أول ما يلقى هنا ليبيا يمشي هنا أول شيء قبل ما يضيف طرابلس وبنغازي، يمسح. مرات يوجد فيه قيم سابقة أو بيانات سابقة، فهيك يكون واضح مفروض. بنفس الطريقة نسخ لصق، نفس الشيء للثالث. فتو نجربه ونشوفه، لما نجرب ننفذ نختار هنا ليبيا حيعطيني موديل ليبيا فقط طرابلس بنغازي. لما نجي نختار مصر، شوف أعطاني مدن مصر فقط اللي هو الشندار، مسح مدن ليبيا اللي قبلا وأضاف لي مدن مصر. لما نختار أنا تونس نفس الشيء، يمشي يمسح بعدين يضيف لي المدن تونس بهذه الطريقة. يعني هذه أول شيء، هذا البروجكت اللي هو طبعا هذه أول خاصية، اللي هي خاصية
خاصية الكومبو بوكس، أضفنا عناصر للقائمة الأولى، أضفنا عناصر للقائمة الأولى ودرنا علاقة بينها وبين القائمة الثانية، شفنا كيف ضفناهن وربطناهن ببعض. هذه واحدة أو واحد من الأمثلة على واحدة من التول بوكس اللي هي مربع الأدوات اللي هي كومبو بوكس. طريقتها بسيطة، أرجو أن تكون فهمتوها، وأي طالب عنده سؤال يكتب لي في التعليقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.